من اي نادي فهيروح في حته تانيه برضه هياخد له مبلغ كبير، فعشان كده بالنسبه له مش فارقه. بالظبط. انت كابتن ابراهيم لعبت للنادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي. تمام. ايه الفرق ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك في التعامل؟ او يعني مثلا كان هاني العجيزي كان بيلعب في الزمالك ورجع لعب في الاهلي، فكان بيقول لك مثلا في نادي الزمالك دايما يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم ومربينا واحنا صغيرين. لعب في نادي الاسماعيلي زي رضا سيكا طلع قال لك لو الاهلي بيلعب نادي اسرائيلي فانا اشجع النادي الاسرائيلي. ايه اللعيبه بتطلع تفكر فيه او ايه اللي بيسال؟ عشان الكل بيتمنى يبقى في الاهلي. يتمنى يبقى في الاهلي. اه طبعا. وحتى اللعيبه اللي موجوده في الزمالك حاليا يتمنوا انهم يبقوا في الاهلي، واللعيبه اللي في الاسماعيلي بيتمنوا يبقى في الاهلي. اي لاعب في مصر رقم واحد الهدف بتاعه انه يلعب في الاهلي. اي لاعب. تمام. يعني ده شغل الادارات او الناس بتتكلم الكلام ده كله علشان يكرهوا اللعيبه في النادي الاهلي. برافو عليك. عشان خاطر ما يبقاش الانتماء للاهلي، لان معظم بقول لك اي لعيب يتمنى ان يبقى موجود في الاهلي. تمام. اي لعيب بقول لك حتى اللعيبه اللي موجوده في الزمالك حاليا يتمنوا ان هو في يوم من الايام ان النادي الاهلي يرفع سماعه التليفون عليه. مع ان الامور بسيطه يعني، هي لعبه وكوره. لا 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 بص، خد بالك، معروف النادي الاهلي باستقرار اداره من ناحيه ماديه افضل، من ناحيه استقرار افضل، من ناحيه معامله افضل. طب اقول لك على حاجه. اتفضل. انت عمرك شفت النادي الاهلي على مدار تاريخه حد مثلا مسؤول في النادي الاهلي يطلع يهدد لاعب؟ مستحيل طبعا. ولا هتحصل، وعمرها ما هتحصل. مستحيل. عمرك شفت رئيس النادي الاهلي على مدار التاريخ، وسيبك من مع احترامي الكابتن محمود الخطيب حاليا، انا هتكلم قبل، هو حد كان بيشوفهم على الشاشات التلفزيونيه يا كابتن؟ حد طلع من تصريح يتكلم مكالمه تليفونيه كل يوم؟ لا، ما حدش كان بيشوفهم. ده كان نوادر لما تشوف الكابتن صالح او الكابتن حسن حمدي او الكابتن الخطيب. يعني تبص، يعني هو ده الفرق ما بين الاهلي، الازمه ما بين الاهلي وما بين اي نادي تاني. نظام، احترام، احترام للعيبه. حتى ما انا اقول لك على حاجه، طب ما انا في يوم من الايام اختلفت مع النادي الاهلي، حد في يوم من الايام طلع اتكلم قال ان ابراهيم سعيد مثلا انا بهدده بكذا؟ لا طبعا، كم التشويه اللي بنشوفه ده. لا انا فاهم قصدي ايه. بالظبط بالظبط. خلاص انت عايز تمشي، خلاص تمشي. بس رغم ان انا، خد بالك، انا مشيت من النادي الاهلي والناس تعلم ان انا خرجت بره النادي الاهلي غصب عني، انا ما خرجتش بارادتي. بالظبط. انت اتكلمت في الموضوع ده، طب واتكلمت عن الكابتن اكرامي. الحقيقة. كان سبب، هل حصل تواصل والكابتن اكرامي رد مع مهيب؟ و هو كابتن اكرامي ناسي اصلا. بالظبط. هل حصل تواصل بينك وبين الكابتن؟ لا لا خالص، لان هو ناسي الموقف. هو يعني بعد ما طلع مفيش توضيح الامر او انا متاكد ان الرساله اللي انا وصلتها المسؤولين في النادي الاهلي راجعوا الحسابات وراجعوا تاني اللي حصل، عرفوا ان انا كنت ان انا خرجت بره غصب، يعني خرجت مش بارادتي عن النادي الاهلي. تمام. ان الصوره اللي وصلها كابتن اكرامي للناس مش نفس اللي حصل، القعده اللي ما بيني وما بينه، بالدليل ان هو ناسي اصلا، بيتكلم في حاجه ايام سنه 99 وانا بكلمه في سنه 2004. تمام بالظبط. فبص، فهو بص دايما سبحان الله مع الزمن ربنا بيرجع لك حقك. طبعا. ربنا بيثبت لك ان الموقف اللي حصل معاك كان غريب، لان انا بعد قعدتي معاه انا حياتي اتشقلبت جوه النادي الاهلي، من معامله، من اسلوب، من طريقه، من حاجات كتيره جدا. تمام. وكلمت قلت ان انا قبل ما امضي كلمت كابتن عدلي القيعي قلت له انا همضي. فهو للاسف ان كابتن عدلي القيعي ما كانش متوقع، فاكر ان انا بضحك عليه او بضغط عليه. يعني بالظبط، ما كانش عارف ان ده حقيقي مثلا. ولما قلت ان كابتن محمود الخطيب، على فكره دي مش، بالعكس ده شرف ليا ان كابتن محمود الخطيب كلمني، بس انا كنت مضيه. تمام. فللاسف بص، هي الامور رجعت لطبيعتها بس بعد 18 سنه. يعني الحمد لله انها رجعت افضل من ما ترجعش خالص. والله فعلا. ده بص، انا لو قعدت مهما كنت ابرر ومهما كنت اقول، لو كنت عايز اعملها كده ما كانتش هتحصل. بالظبط. سبحان الله. برضو خد بالك، انا بحترم طبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن عدلي القيعي ان هم يعني رجعت ليهم، رجعوا الشريط تاني من جديد، فلو عرفوا ان انا مظلوم على فكره واتظلمت في الحته دي. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه. الحمد لله الناس وصلت للناس، وصلت لجماهير النادي الاهلي.
وزي ما انت قلت قبل كده كابتن، لو انت مرتب لها عمرها ما هترجع بالطريقه دي، وحب الناس دلوقتي والكلام اللي انا قلته من القلب فوصل للقلب ووصل لهم بالظبط. عشان كده الامور اتصلحت افضل من الاول، وانا مبسوط ان انا رجعت لوسط اهلي واخواتي وعائلتي، ان فعلا النادي الاهلي ده صاحب فضل كبير جدا على ابراهيم سعيد وعلى اهلي وعلى اسرتي ولحد دلوقتي على فكره. ودايما بتكلم ان فعلا النادي الاهلي ده هو العيله بتاعتي. طب الشخصيات المحترمه يا كابتن، وزي ما بيقولوا كده ابن اصول يا فندم. بص، خلي اللي يتكلم يتكلم، وخلي اللي يجعجع يجعجع، وخلي اللي يبرطم يبرطم، فاهم قصدي؟ تمام. محدش هيسمعه. لا لا، الناس كل واحد عارفه كل واحد على ايه وشخصيته كل واحد ايه. بص يا حسام، الناقص دايما بيحاول يعني ايه يقلل من الاخر عشان هو ناقص. بالظبط بالظبط، صح. الحقيقه والله بجد، عشان هو مش عارف يوصل للمكانه دي. بالظبط. فدايما بيحاول يقلل من الايه؟ من اللي قدامه، لان هو ناقص. بالظبط. عنده عقده عقده. وجو الجعجاع وجو، على فكره خد بالك كل ده هكس، والله بجد والله العظيم هكس، والله بجد هكس وعلى ما فيش وفاضي. نفس الناس زهقت من نفس الموال، نفس الشيء. هو هو والله هو. وعايز اقول لك الحوار، هو كابتن محمود الخطيب. خطيب ابعد عني، السحر والشعوذه. اسكت اسكت يا حسام، انا مش فاكر. ها بالظبط. ها صح. ها اسلوب نفسه، مفيش جديد يعني. طب خلي الناس عشان مفيش جديد. بالظبط. ها بالظبط. ها نسكت. ها فاهم قصدي؟ بس حسام، ها فاكر حسام لما كنت ماشي في شارع محي الدين ابو العز؟ شفيق يا راجل. هو في مصر، هو في حد في مصر ما مشيش مثلا في شارع، مثلا في المهندسين ما مشيش في جامعة خامس، ما مشيش في شبرا؟ بالظبط. بقول لك هو بيلعب على الحته دي، وهو راجل فاضي والله. بمناسبه هذا الامر، كان ميدو طلع مع هاني حتحوت وقال نصيحه لابراهيم سعيد: ما تخشش في نزاع، علشان انا لما دخلت في نزاع ان كل الناس سابوني وبقيت لوحدي. هل انت حسيت الناس تخلت عنك في القلب؟ والله ابدا. ولا بص، انا اللي معاه ربنا ما يخافش. الحمد لله رب العالمين. ومع احترامي الكابتن احمد حسام ميدو واخويا الصغير وبعتز بيه، انا كاني ما سمعتش اصلا. تمام. دي حقيقة والله. خلاص هو قال وجهة نظره. لا أنا بتكلم عن الناس حواليك، الناس حسيت الناس تخلت عنك؟ بص لا بالعكس. بص أنا رقم واحد، بس في نقطة دايما بحب أتكلم فيها ودايما حطيتها قدام عيني، اللي دايما على حق ما يخافش. بالظبط بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى بيبقى معاه. ربنا سبحان الله سبحان الله. بص ليه؟ لأن أولا أنا ما غلطتش فيه، ولا اتكلم. كل الكلمه اللي انا قلتها، اهدى على النادي الاهلي شويه، واهدى على كابتن محمود، واسمه كابتن محمود الخطيب. الكلمه دي كانت ايه النار بتاع اللي اشعلت دي، الشراره اللي اشعلت النار. ايه الغلط اللي انا غلطته وبعد كده فوجئت بكام؟ بس طبعا انا ما بحبش اوصل بالصوره دي، بس يعني هو عارف ان ابراهيم مش برضه يعني مش هيسكت. انا ما بخافش من حد اصلا، ولا اخاف منه، لان دايما على حق، وانا ما غلطتش اصلا. بالظبط. فاهم قصدي؟ والناس حتى برضه بتقعد تديني كومنت تقول لي انت خفت منه، وهل هددك؟ ولا يهددني ولا حد يهددني، طالما ناس الامور. ما هو بيحاول الامور. بص هتلاقي حتى هو ما بيجيبش سيرتي. طب تصدق انا بحس ساعات ان هو بيحب كده علشان يفضل دايما في الصوره. لا بالعكس، هو بص ما خد بالك، هو عارف ابراهيم سعيد كويس. بالظبط. فاهم قصدي؟ فهو ايه؟ هيحاول يتجنبني، واخره هيقعد يقول كلام فاضي، واخد بالك؟ وايه؟ ويلمح. فاهم قصدي؟ لان هو عارف ان انا مش هسكت. بالظبط. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هو هي النعمه بتاعت ربنا، ربنا مداني. بص لو انا اقول لك تاني، اللي على حق ما يخافش. بالظبط. طالما على حق ما تخافش، هتلاقي ربنا سبحان الله مقويك ومديك قوه ومديك بص قلب ميت. فانا من النوعيه دي. الحمد لله. لان انا ما غلطتش. بالظبط. ولا انا مجرد ولا حد فاضي للغلط، احنا الواحد مركز عاوز ربنا يوفقه في طريقه. دي حقيقه. بس الغلط عمال على بطال، والموضوع بقى بجد رخم وبقى مكرر، وما عندوش كلام جديد، وما عارف اي حاجه بيقولها. عارف يا كابتن، المقوله دايما لما باجي اعلق على الموضوع ده، في ناس تقول لي يا عم انت كده بتكبر الموضوع، طنش وكبر. فدايما بقول مقوله بتاع سيدنا علي بن ابي طالب: إذا سكت أهل الحق عن الباطل فزاد ظن أهل الباطل أنهم على حق. على حق، صح والله. خد بالك هو جعجاع والله بجد، هو راجل جعجاع وخلاص. فاهم قصدي؟ بالظبط. لكن المشكلة بقى إن في حوالي هو بيختار ناس منافقين. العالم ما عندوش مشاكل. بالظبط.
مين في العالم ما عندوش مشاكل؟ كلنا عندنا مشاكل. وهو عنده مشاكل، هو هو ايه بصفته يعني، واخد بالك ان الناس بتروح تتكلم معاه وبتفضفض له، واخد بالك؟ فهو بياخد النقطه يعني. انت لو رحت قلت له انا دخلت الشارع، بدل ما اخش شارع يمين دخلت شارع شمال، بس هو خلاص ايه ده اماره، فاهم؟ اماره. للاسف الشديد هو برضه بيعرف يختار رجالته اللي بيهزوا دماغه والمنافقين. اه الهزين الرؤوس، اه بيعرف يختارهم مظبوط. والله العظيم اقول لك على حاجه، ده المفروض يتعمل لهم بص حديقه باسم هزين الرؤوس. ولو شخط فيهم شويه يشيل والله والله بص والله يتعمل حديقه باسمهم، اسمها هزين الرؤوس. لازم يعمل حديقه باسمها هزين الرؤوس، مرحب بكم. لا يستحقوا، هم كفء لذلك. لا يا باشا، ده بقول لك ايه، والله بجد ده يتعمل لهم تمثال. الكابتن ابراهيم مصطفى، الكابتن مصطفى يونس، هل في تواصل بينك وبينه؟ هو كان فتره كده كان موجود على قناه نادي الزمالك، وفجاه قال ان انا مش هطلع على قناه نادي الزمالك ونهى التعاقد. هل في تواصل؟ وانت كنت اتكلمت قلت كابتن رمز. والله بقول اخر محادثه ما بينه وبينه قبل ما ينضم، لكن خد بالك هياخدك لحم ويرميك عض، وهياخد منك المصلحه بتاعته، وفي الاخر شكرا باي 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 باي، وهيزهقك وهايه، واذا ما انت خسرت في الاخر هو واخدك لغرض معين، وهيحسسك ان هو انت حبيبه. بس انا خد بالك الراجل ده انا عشرته، تمام، عارف دماغه وعارف بيفكر ايه، وعارف بيصحى الساعه كام وبينام الساعه كام، واخد بالك، وبيروح امتى وبيمشي امتى وبيجي امتى، واخد بالك. فانا حافظه، تمام، وحافظ دماغه وتفكيره. هو بيلعب نفسي، وانا قلتها قبل كده في فيديو ليا على القناه بتاعتي، هو بيلعب لعب نفسي، فاهم قصدي؟ يقعد يهددك ويخليك تقعد تفكر وانت اصلا ما عندكش حاجه. بالظبط، ده بجد بتكلم بجد، والله بتكلم بجد. هو بيلعب لعب نفسي. فاكر يا حسام لما مشيت في شارع 90 الجنوبي؟ طب ما مصر كلها مشيت في الشارع 90 الجنوبي. محمد نجم شفيق يا راجل. ايوه لما بيعطش والله. فاكر يا حسام لما كنت قاعد في جامعه الدول العربيه؟ ها؟ بالظبط يا باشا، ما مصر كلها بتروح تقعد في كافيهات في جامعه الدول، ايه المشكله؟ صح. فاكر يا حسام لما رحت الشيخ زايد في 6 اكتوبر وقعدت مع ها؟ هو كله هقص في هقص، والله ربنا يكفينا شر النقص وشر النرجسيه. ده والله بص، هو دايما بيحب، دايما عايز انا ابقى في الصوره. انا هي الانا. اه انا بالزبط. وانا عملت وانا سويت بص انا في كلمه اتقالت لي زمان، قال لي عشان توصل لمنصب لازم تكسر في الرموز اللي حواليك اللي قبليك. اقسم بالله اتحققت. وهيطلع غيرك برضه ما هيكسر فيك. لا هات لي، معلش، هات لي رمز من رموز نادي الزمالك موجود. للاسف هتلاقيهم كلهم متبهدلين، وهتلاقيهم كلهم بص طالعين او بيبعدوا عن المشهد، يعني اللي بيحافظ على نفسه بيبعد عن المشهد. يا اما حراميه، يا اما بتاع دوت عارف عندهم مشاكل مش عارف ايه، وعندهم هو بيقول عليهم كده، ده هو بيقول عليهم كده، لكن هم قامات، هم ناس محترم على فكره. انت هو بيقول عليهم كده، يا هو هيتقال كده، ما بص ما هيعمل ايه، هيتقال شايف عشان ما يبقاش موجود. بالظبط بالظبط، ده بجد هو دي السياسه بتاعته، والله بجد انا اكتر هياخد. عارف ليه هو بيتلاشاني؟ عارف ليه هو بيتلاشاني؟ عشان هو عارف ان انا حافظ. بالظبط بالظبط، وعارف دماغه وعارف تفكيره وعارف بيفكر في ايه، فهو جه مع شخص غلط. واقول لك على حاجه يعني، راجع كده الناس اللي وقفوا في وشه، يعني من لؤي لصبري، في كان واحد اسمه ابراهيم من سينا، الناس دي كشموا له عشان هو على الفاضي. مكشموا من وقتها مفيش على الفاضي، والله ما عادش في سيرتهم. عصران الضبع حلو، عجبتني قوي عصران الضبع. والله عصران الضبع، والله صلاح عجبتني. والله عصران الضبع الحاج المخوخ، ربنا يعدينا منها على خير يا كابتن ابراهيم. عاوز اسالك سبب رمو بعض لاعبي النادي الاهلي القدامى تخبطهم في النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. معلش السؤال تاني، لاعبه النادي الاهلي القدامى ظهرت زي ظاهره دلوقتي، كل واحد من لاعبي النادي الاهلي يطلع يخبط في الاهلي والكابتن محمود الخطيب اكتر من اللاعب، عشان هم مش بيحبوا النادي الاهلي للنادي الاهلي، محبة مصالح شخصية، مصلحة. وعشان كده دايما حتى كله بص سبحان الله، ما لما بتلاقي الإطار ماشي بالشكل ده فكل بيعم. يعني أنا والله العظيم، يعني أنا لما اتكلمت عن النادي الأهلي وعن رموز النادي الأهلي اللي أنا بعتز بيهم وبفتخر بيهم والله بجد، وحياة ربنا يا جماعة، أنا من وأنا عندي 8 سنين أنا طلعت على الله يرحمه كان صالح سليم،
بعديها كان كابتن عبد الصالح الوحش، بعد كده كابتن حسن حمدي، بعد كده طبعا كان في الوقت ده كان كوره كابتن محمود الخطيب لسه متواجد. تمام. انا بكلمك على رموز الاداره. تمام. كابتن طارق سليم، بعد كده كابتن محمود الخطيب، فاهم قصدي؟ بعد كده كابتن طاهر ابو البيت، حسام وابراهيم، ففي اسماء كانت بالنسبه لي رموز. فانا شايف الرموز دي اللي هم الكبار بتوعي. بالظبط. فلما انا طلعت اتكلمت والله طلعت محبه، لان من وانا عندي 8 سنين شايف الناس دي قدام عيني. وعلى فكره كان من ضمنهم والله كان من اهلي، ما ينفعش ان انا والله كان من ضمنهم كابتن مصطفى يونس، على فكره مش بكذب. تمام تمام. ده بجد على فكره من ضمنهم كان من ضمن الاسماء اللي بقول لك عليها دي كان كابتن مصطفى يونس. تمام. عشان كده ممكن اكون شديت عليه وانا عشان بحب يعني... بحب. والله انا يعني حتى لو هو زعل مني والله انا مش مقصوده، هو من حبي ليه ومن انا كنت شايفه في عيني رمز من رموز الاهلي، فلما بشوف رمز من رموز الاهلي بيحصل كده فده زعل. طبعا مقصود التقليل منه وليه كل التقدير والاحترام وعلى دماغي من فوق. انا فعلا كل زعلت ليه الاحترام. بالظبط. يعني انا فعلا انت المفروض ليك وضع اكبر من الوضع اللي انت حطيت نفسك فيه. برافو عليك. يعني عايز اسالك سؤال، حتى لو بياخد في القناه مثلا اللي هي بياخد 100,000، اقسم بالله ده لو قاعد في جنينه في حديقه النادي الاهلي والله لا يجيبهم 100,000، لو بياخد 50,000 هيجيب ال 50,000. بالظبط. بس هو بجد والله هو اللي عمل في نفسه كده وفقد كتير من شعبيته عند جماهير النادي الاهلي. القعده جوه النادي الاهلي نفسها، انت لو بتلعب بس تنس، شفت لو مع احترامي شفت اللعيبه القدامى اللي بيلعبوا في فريق الشمس؟ تمام. والله العظيم لو لعب مع فريق الشمس هيجيب الفلوس دي من خلال تواجده جوه النادي الاهلي. تصدق بقى؟ بالظبط. من خلال علاقاته، من خلال حاجات كتيرة جدا، هيبقى في قناة الأهلي، هيبقى في قناة مثلا القنوات الرياضية. كتير جدا لأي حد، اسم الأهلي بيضيف كتير جدا لأي حد. أصلا القعدة جوه النادي الأهلي بفلوس. بالظبط. ربنا يوفقنا جميعا يا رب. أنا يا رب. يعني بشكرك جدا، طولت عليك. وأنا مبسوط بيك وكمل، ما تخافش من الراجل العجاز ده. لا الحمد لله رب العالمين، زي ما تقول لي معاه ربنا ما يخافش. اسمك برضه. الحمد لله. وكمل، واخد بالك؟ سيبك من الراجل ده، راجل بق 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 وخلاص، فاهم قصدي؟ الحمد لله. الحمد لله. وكمل، وانا من متابعينك وبحبك جدا وربنا يوفقك، وتحياتي لكل متابعينك، واتشرفت بمحادثتي معاك، ويا رب دايما طول العمر ليك ولاسرتك ولكل متابعينك وكل احبابك. حبيبي يا كابتن اشكرك وتحياتي عليك. اشكرك جدا. عليك. شرف ليك. شرف ليك. كل سنه وانت طيب وسنه خير عليك يا رب. يا رب. مع الف سلامه. السلام عليكم. السلام عليكم.